من الفوائد بيان رحمة إبراهيم عليه السلام بذريته، إذ إنه دعا لهم بأن يجعل هذا البلد بلداً آمناً، ومع هذا الأمن أن يرزقوا من الثمرات، لأن راحة الإنسان تكمن في أمرين: أمر باطني وأمر ظاهري، أمر بدني وأمر قلبي. فإن الأمن يجعل الإنسان مستقر القلب، مرتاح الفؤاد. هنا دعا لهم بالأمن. الاستقرار البدني الذي به يقوم البدن أن يكون هناك طعام، ولذا قال عز وجل في سورة قريش ممتناً على قريش الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لما؟ لأن أرضهم ليست أرضاً صالحة للزراعة، ولذلك ماذا قال عليه السلام في دعوته في سورة إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. سبحان الله، مع أنه واد لا يزرع ولا ينبت به ولا فيه ثمر، مع ذلك بفضل من الله عز وجل ثم بتلك الدعوة تلك الثمرات تأتي إلى هذا المكان. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا، قال هنا رزقا من لدنا، ليس بحولهم ولا بقوتهم. ولذلك في السورة في سورة قريش الذي أطعمهم من جوع لم يطعموا أنفسهم، وانظر يجبى إليه. هنا الفاعل أين هو؟ ليس موجودا. يجبى إليه يعني أن هناك أعداداً من الفاعلين بأمر الله عز وجل من كل أنحاء الأرض يأتون بهذه الثمرات إلى هذه البقعة، بل من كل شيء يجبى إليه ثمرات كل شيء، كل شيء. فترى الثمار والخيرات تهبط في هذا المكان من كل بلد، بل إن كل نوع من هذه الثمار ومن هذه الأطعمة لها أصناف متعددة من بلدان مختلفة.